فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الفرائض، أستمعكم عذرا أني تأخرت عليكم فسامحوني. باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنها وابنها حي. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. والحديث هنا ضعيف، حديث في محمد بن سالم هو ضعيف. هنا يقول أطعمها سدسا، أطعمها سدسا يعني أعطاها السدس، يعني هنا أعطاها تبرعا رضي الله عنكم، الحمد لله والشكر لله. فأطعمها السدس. وقال التلميذ: هذا حديث لا نعرفه إلا مرفوعا من هذا الوجه، في سند محمد بن سالم الهمداني أبو سهل الكوفي وهو ضعيف. والحديث أخرج الدارمي. وقد ورث بعض الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. الجدات سواء كانت أبويات أو أميات يسقطن بالأم، يعني جدة أم الأب تسقط بالأم، وجدة أم الأم تسقط بالأم، مع زيادة القربة وتسقط الأبويات دون الأميات بالأبي أيضا، وهو قول عثمان وعلي وزيد ابن ثابت وغيره. يعني إذا وجدت الأم تسقطها وزوجة الأب أيضا يسقطها. ونقل عن عمر بن مسعود وابن موسى الأشعري أن أم الأب ترث مع الأب. واختاروا الشريح والحسن بن سليم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها سدسا، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وقيل الجدة ليس لها ميراث الذي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعم أطعمها إياه وليس ميراث، وحق أنها سدس لكنها لا ترث مع ابنها، لا ترث مع وجود ابنها. إذا لأن القاعدة في المواريث: من أدلى بوارث لا يرث معه، من أدلى بوارث لا يرث معه. فأقربهن أبعدهن في ذلك. شيخ شريف، كم شرفتنا وأكرمتنا وأحسنت علينا شيخ شريف، شكر الله لك أحسانك وبرك. باب ما جاء في ميراث الخال. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو ندار، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حارس عن حكيم بن حكيم بن عباد عن ابن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له. هذا الحديث يعني حسنه كثير من العلماء، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقوله الخال وارث من لا وارث له، هذا فيه ميراث أولي الأرحام، وقد قال العلماء: أولي الأرحام لا يرثون، أولي الأرحام لا يرثون. الشافعية والجمهور قالوا ذلك، وأما الإمام أبو حنيفة فقال: أولي الأرحام يرثون على درجة أقاربهم من العصبات، يعني التوريث يكون على درجة أقاربهم من العصبات. ولعل هذا القول يعني أقرب إلى الصواب، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب. فإن مات ابن الأخت ولم يكن له عصبات الخال يرثه. قوله في الباب عن عائشة أخرجه الترمذي بعدها هنا، وأيضا حديث المقدام أخرجه أبو داود مرفوعا: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فمن ترك دينا أو ضيع فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عاني، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله وأفك عاني. وفي رواية: أنا وارث من لا وارث له أفك عنه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له يفك عنه ويرث ماله. وحديث سكت عن أبو داود والمذيل، وخرج أيضا أحمد ونسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان صححا، وأحسنه أبو زرع الرازي وأعله البياقي بالاضطراب. والحديث يعني أخرجه أحمد وفي المسند وابن ماجة، وتكلم بعض العلماء عنه والبعض حسنه، والحديث مختلف. حديث
والخال وارث من لا وارث له مختلف فيه، وإن كان الصحيح أنه حسن يعني يحتج به. وهنا قال المصنف أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. وقال هذا حديث حسن غريب، طبعا يتعاضد مع الذي قبله فيكون صحيحا. وهذا حديث حسن غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. في قوله واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب. الرحم هو كل قريب ليس بعصبة، يعني والأصل والفرع ليس بعصبة أو العمام ليس. طيب والشيخ الشمس بتقولك نعم صحيح. طيب حاضر. ليس بعصبة ذوي الأرحام من هم؟ الذي ليس بعصبة، لا هو جد ولا جد الجد ولا ابن الابن ولا عم ولا أخ. نعم، ليس بعصبة وأيضا ليس بصاحب فرض، لم يجعل الشرع له فرض كالسدس كالربع كالنصف. نعم، وأكثر الصحابة كعمر وعلي بن وابن مسعود وأبي عبيد بن جراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عباس في رواية عنه مشهورة وغيرهم يرون توريث ذوي الأرحام، وهذا ما قاله الحنفية وتمسك به. وتابعهم في ذلك من التابعين على القمة والنخع والشرايح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأبو يوسف ومحمد، وصلح كلامهم هو الأدق وهو الأصح، وإن كان جماهير الفقهاء قالوا بعدم التوريث. استغفر الله رضي الله عنك يا شيخ حازم، يا رب يجعلنا إخوة متحبين رضي الله عنكم. استغفر الله رضي الله عنك، أنت رجل طيب نقي القلب جدا شيخ شريف، سبحان الله، ما أدري شعورك هذا ما يتأتى إلا من قلب النقي. الله يجعلك فوق ما نظن بك يا رب. حفظك ربي حبيبي، حفظك ربي. وقال أبو يوسف مستقول أبي حنيفة بتوريث ذوي الأرحام، ومن تبعهم ذلك قال زيد بن ثابت وابن عباس في رواية شاذة لا ميراث ذوي الأرحام، ويوضع المال عند عدم صاحب الفرض والعصب بيت المال. وتابعهم في ذلك من تبعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وبه قال مالك والشافعي. وقال الإمام الشوكاني في النجم قال احتج الأولون بحديث الباب وبعم قولي وأذور الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض. وكما قلت حقيقة الأمر أن قول الجماهير ليس مع عمر بن الخطاب، معهم ابن مسعود وابن عمر هو الأصح والأسد، وأن الخال يرث. ردنا عنك أمال، أحسن الله عليك، جزاك الله خيرا. وقال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذه عموم، فهذا عام يدخل تحته أولو الأرحام، ومن قال بأنهم لا يدخلون قالوا بالتخصيص أو قالوا بالنسخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت الله عز وجل عن ميراث العامة والخالة فصارني أن لا ميراث لهم، والحديث ضعيف، حديث خرج ردود فيه المراسيل وهو ضعيف، ولا تقوم بحج. وأيضا درقضي من طريق الدارورتي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، وأخرج المسائل من مرسل زيد بن أسلم، والمرسل لا تقام به الحجة. وإن جاءت طرق موصولة كلها طرق ضعيفة، كلها طرق ضعيفة. وحقيقة الأمر ميراث ذوي الأرحام هو الأصح، ميراث ذوي الأرحام هو الأصح. باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابو النضر حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد وهو ابن وردان عن عروه عن عائشه ان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عزق نخله فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل لهم وارث؟ قالوا لا. فقال فادفعوه الى بعض اهل القريه.
قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية. يعني قالوا فادفعوه إلى بعض أهل القرية، يعني أعطوا ميراثه لرجل من قريته، من أهل قريته. فنظر هنا نظر إلى الأجداد، نظر إلى الأصول، نظر إلى الفروع، ما في ولا أصول ولا فروع ولا حواشي ولا حتى الخال موجود. فقال أهل القرية أولى به. ولذلك نقول الذي ليس له وارث اسمه كلالة، لا، الكلالة ليس له وارث من الجد أو الابن، ده الكلالة، لكن له من الحواشي كالأخوات كالإخوة، ده الكلالة. الكلالة دي لا أصل له، يعني جد وإن على ولا ولد له، وفرع ابن وابن الابن وإن نزل، هذا هو. فالذين قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام قالوا تصرف في مصالح المسلمين. وهنا العبد الذي ليس له أحد ومات وما أحد أعتقه طبعا، فيكون من أهل القرية ويكون أيضا لمصالح المسلمين، ينفق في مصالح المسلمين. قوله في الباب عن بريدة، أخرجه أبو داود، قال مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال التمس له وارثا أو ذا رحم. وهذه فيها دلالة على أن أيضا أن ذا الأرحام أو ذوي الأرحام يرثون. هذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب. فلم يجد له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبير من خزاعة. قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا. وجبريل بن أحمد ضعيف والحديث منكر. هذا حديث أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تحسين الترمذي له. الحديث صحيح. انظروا ما يعني هل لهم وارث أم لا. قال باب ميراث المولى الأسفل. نحن على مشارف الانتهاء من المواريث، لكن يعني نجعلها في الليل حتى نأخذ أيضا البيوع. نريد أن ننتهي من كل كتاب البيوع بإذن الله تعالى، الأبواب التي أسقطها الإخوة. نعم، أين أبو عبد الله حتى يقول لنا أبواب البيوع المتبقية؟ باب ميراث المولى الأسفل. حدثني، قال المصنف رحمه الله تعالى، حدثني ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوساجة عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل عند هذا على أهل العلم. إذا مات الرجل ونترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. أنا يعني قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، الإعطاء في مثل ما سبق حديث عائشة، أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريتي بطريق التبرع، لأنه صار المال لبيت مال المسلمين. يعني الذي مات وليس له وارث فهو ماله في بيت مال المسلمين. شيخنا امرأة هلكت لها لا ولد لها ولكن لها أب وإخوة أشقاء وإخوة من أب وإخوة من أم، قبل أن تموت وهبت مبلغا لابنة أختها وكان هو كل ما تملك. فهذه البنت تسأل هل لها أن تأخذ المبلغ كله أم الثلث؟ تأخذ الثلث فقط، والباقي وزع على إخوتها الأشقاء يحجبون الإخوة الأب. الباقي الأول الإخوة الأم لهم الشركاء في الثلث، تأخذ الثلث، والإخوة الأم يأخذون الثلث، وإذا تبقى ما يأخذه الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب محجوبين. من قول الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم في هذا الباب، إذا مات رجل لم يترك عصبة أي وارثا، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. وهذا إذا كان بيت مال المسلمين منتظما، فإذا لم يكن منتظما يدفع لمصالح المسلمين، يدفع في مصالح المسلمين. باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر، هذه مسألة مهمة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري حول الإسناد، وحدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر. رقم التليجرام، طيب شوف خذ يا ابن النبيل خذ رقم رمضان واتصل بها بعد المغرب إن شاء الله يكون معي في السفر بإذن الله رضي الله عنك. عليكم السلام كاتب بما تأخرتي، بس ما جزاك الله خير أتت ماشي خليني بس شوفه لأنه في التليجرام بيزبط عندي هنا عمال يطلع الرسائل بتطلعها. طيب هنا بعد ذكر الإسناد
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي يعني أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري نحوه وقال أبو عيسى في الباب عن جابر وعبد الله ابن عمر وهذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد من عن الزهري نحو هذا. وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحديث مالك وهم فيه مالك وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عمرو بن عثمان وأكثر أصحاب مالك قالوا أن مالك عن عمر بن عثمان وعمر بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان نعم والأرضي. والعمل على هذا عند أهل العلم واختلف بعض أهل العلم في مرث المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين. وممكن أحد من المشهورين يضع رقم رمضان للأستاذ الكريم ابن نبيل يضع له رقم رمضان نعم. قول الترمذي قال والعمل على هذا عند أهل العلم واختلف بعض أهل العلم في مراس المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين. وقال بعضهم لا يرث ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي. حقيقة الأمر أنه قد جاء عن السلام في أكثر من تصريح قال أن السلام لا يرث أهل ملتين لا يرث أهل ملتين وقال أن السلام لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. الإسلام يعلو ويعلى عليه لكن ابن تيمية يقول قد يرث المسلم الكافر من باب نفع المسلمين في هذا وهذا خطأ مبين. هذا من ابن تيمية أيضا فيه خطأ مبين في هذا الباب قال أن قال لا يرث المسلم الكافر وهذا تصريح هذا تصريح قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي رواية قال لا يرث أهل ملتين. وحديث عمر بن عثمان بن عفان في حديث أسامة صوابه عمر تفرد به مالك بقول عمر وهو عمر بن عثمان بن عفان المدني عن أسامة زيد بحديث لا يرث المسلم الكافر. قاله مالك عن الزهري عن علي بن حسين عنه وقال عمة الرواة عن علي عن عمرو بن عثمان وهو المحفوظ. فاتفق الرواة عن الزهري أن عمرو بن عثمان أنه عمرو بن عثمان إلا أن مالكا وحده قال عمر وأخطأ مالك في هذا. قوله العمل عند هذا على هذا عند أهل العلم أجمع المسلمون أن الكافر لا يرث المسلم أجمع المسلمون أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم أما المسلم لا يرث الكافر أيضا عند جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. وذهب الطائفة لتوريث المسلم الكافر وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن مسيب ومسروق وغريم وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحو على خلاف بينهم. والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور وقالوا بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. حجة الجمهور حديث الباب لا يرث المسلم الكافر وهذا صريح ولا حجة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه للميراث. لكن عند الميراث في التخصيص قال النبي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ابن تيمية رجح القول الثاني يقول استفادة للمسلم وهذا خطأ مبين والإسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم في المكانة في العزة نعم لكن الإرث لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. وأما المرتد لا يرث المسلم بالإجماع وأما المسلم لا يرث المرتد عند الشافعي. فالمرتد لا يرث المسلم بالإجماع وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة بن أبي ليلى بل يكون ماله فيئا للمسلمين. وقال أبو حنيفة الكوفيون والأوزاعي وإسحاق يرثوا ورثته من المسلمين وهذا قول بعيد لأنه أصلا كافر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال باب لا يتوارث أهل ملتين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا حميدة ابن مسعدة حدثنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين فيه دلالة واضحة جدا على أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم واليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي ورغم أنهم يعني في الكفر يعني سواء
رغم أنهم في الكفر سواء، فأنه لا يرث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. وحقا يعني بعض العلماء يقولون بل يرث المسلم النصراني اليهودي واليهودي النصراني، هم على كفر واحد. المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر لا يتوارث أهل ملتين، يعني الإسلام والكفر، لأن الإسلام هو المعتد به، لا يرث أهل ملتين يعني لا يرث المسلم الكافر. وهذا القول قول كثير من العلماء الحنفية والشافعية وهؤلاء. هذه قول أبي حنيفة. أما الشافعي قال لا يرث النصراني الكافر. صحيح حقيقة الأمر بأن قول الإسلام لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، يعني على الإسلام والكفر. ولذلك قال لا يرث المسلم لا يرث أهل ملتين، يعني الإسلام والكفر. أما اليهودي والنصراني كلهم والمجوسي كلهم ملة واحدة فيرث يتوارثون. وقول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت ملتهم، فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي. وهذا قول يعني فيه ضعف، لكن هو الذي اعتمد عليه الحنفية وغيرهم. وهذا قال به أيضا وجه، قال به الشافعي وأبو حنيفة أيضا قال بذلك. وفي رواية القمان عن مالك قال الشافعي لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي. فقول لا يتوارث أهل ملتين، الخلاف بين العلماء أحمده أيها النبي، الخلاف بين العلماء هل يرث النصراني اليهودي واليهودي النصراني أم لا، لقول لا يرث أهل ملتين، يعني ملة نصرانية وملة يهودية. حقيقة الأمر حمله الحنفية والشافعية على أنه لا يرث المسلم الكافر على التصريح في الحديث الآخر، يعني لا يتوارث أهل ملتين، يعني أهل الإسلام لا يرثون أهل الكفر والكفر وأهل الكفر لا يرثون أهل الإسلام. نقف عند هذا، بقي عندنا ميراث القاتل وميراث المرأة من دية الزوج، يعني بقي أبواب ثلاثة أو أربعة فقط في مسألة في الميراث، وينتهي الميراث كلية بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، اللهم أمين يا رب العالمين. البيوع توقف البيوع، ائتنا بالمتوقف البيوع لو سمحتم. الحديث رقم كام؟ المتوقف البيوع الحديث رقم كام لو سمحتم؟ خلونا نبدأ بحديث. الله أكبر، رد معك يا حازم، يا رب يرضى عنك حبيبي، يا رب يجمع بينا في الخير ويمكن لنا ويجعل هذه المجالس خالصة لوجه الله الكريم، فمكان الله دائما اتصل ومكان غير الله انقطع وانفصل. حديث المصراء رقم كام؟ حديث المصراء رقم كام؟ طيب ما باب ما جاء فيه المصرات من حديث البيوع؟ أضعوه وإحنا شرحينه بالتفصيل، غفر الله لهم. ماذا أفعل؟ حديث المصرات. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع باب ما جاء في المصرات. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات فهو بالخيار، إذا أحلبها إن شاء ردها ورد معها صاع من تمن. وقال أيضا حديث حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء فيه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، ولأن الحديث يعني قد أخذ به بعض وترك به بعض. دلوقتي مسائل المواريث الصعبة اللي هي فيها صعوبة. الأخت الفاضلة الراقية سناء أزنود متقنة جدا في الباب، فلما الأخوات يعني لا يأخذن منها، يعني هي تحل الشفرة لهن في أبواب المواريث وهي متقنة جدا الباب. الأستاذة الفاضلة الكيمياء، مع أنها عندها كيمياء في دماغها، لكنها متقنة جدا الباب، وهي متقنة في كل العلم صراحة،
وهي مؤدبة مهذبة راقية. فأنا أرجو يعني أنه الأخوات يعني يلتمسنا منها أن هي تحاول تحل لهم شفرة المواريث، وعشان هي رضيات أيضا فهي متقنة الباب. أنا أصلا بتراجعني في مسائل أنا أزهل فيها وهي تراجعني والحق يكون معها. فالأخوات لابد يعني تدرس معها، ستستفيد جدا منها. ما خلاص ممتاز 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 كده ممتاز. الله ينفع بها الأمة الإسلامية، ينفع بكم جميعا الأمة الإسلامية. على كيمياء في دماغها، عندها كيمياء في دماغها لازم تتشال، لكن ما شاء الله ولا قوة بالله. لا لا هي مغربية لكنها يعني من أتقن الناس ومن أورع الناس، وأخلاقياتها راقية جدا. نفع الله بكم الأمة الإسلامية. باب ما جاء في المصارات. قال المصنف: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند أهل العلم. قلت المسألة هنا فيها مسائل، يعني الباب هنا فيه مسائل. ظاهر الحديث أخذ به جمهور العلماء بأنه من اشترى مصرات، المصرات هي المحفلة. فالجمهور يقولون بظاهر الحديث والمحفلة أنه يربط أخلافها من أجل أن المشتري يحسب أنها يعني ذات ضرع كبير، فيحسب أنها لها ألبان كثيرة وذات ضرع كبير، فيذهب يشتريها من أجل ذلك. فما أن تلبس عنده ثلاثة أيام يحلبها، فيعلم الأمر وأن الرجل يكون قد غره بذلك. وهذا الغرر هل يعني يبيح له الفسخ، يبيح له فسخ البيع أم لا؟ الجمهور يقولون بأن بظاهر الحديث، والحديث من اشترى مصرات فهو بالخيار إذا حلبها، إن شاء ردها ورد معها صاع من تمر. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردها ورد معها صاع من تمر، لم يرد الماء اللبن ورد التمر، لأن التمر مصطلح عليه والجميع يقرون بذلك. التمر مصطلح عليه والجميع يقرون بذلك. لذلك أحال النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على المتفق عليه لا المختلف فيه، واللبن مختلف فيه، اللبن مختلف فيه، لأنه سيكون اللبن الذي اشتراها به وكان هذا عند البائع، وده مش من حق، هذا من حق البائع، واللبن الذي أخذه هو استفادة لما كان ضمنها. والحنفية ردوا حديث المصرات، الحنفية ردوا حديث المصرات، وأنا شرحته بالتفصيل في مسلم يعني، وشرحته هنا بالتفصيل، لكنهم أسقطوه غفر الله لهم. يعني والحنفية ردوا حديث المصرات بعلل وهي أوهى من بيت العنكبوت. من أول العلل التي يذم فيها هذا الطريق أنهم قالوا الحديث من أبي هريرة، وأبي هريرة ليس بفقيه، وهذا كلام ساقط لا يقبل من أي أحد أيا كان. وردوا الحديث بأن الحديث معارض لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ولأن الرد يكون بالمثل، والرد يكون باللبن مش بالتمر. فقلنا هذا عام مخصوص بالمصرات، لأنه لو أعطى اللبن سيكون النزاع أكبر، لأن هناك اختلط اللبن الذي يملكه البائع والملك واللبن الذي يملكه المشتري عنده والخراج بالضمان. قالوا أيضا الحديث يخالف قاعدة الخراج بالضمان. قلنا لا ما يخالف، لأنه لما اشتراها وهي محفلة يعني ربط أخلافها في لبن ملك للبائع، ليس اللبن ملك كله ملك للمشتري، فيبقى الخراج بالضمان على ما كان استفاد به المشتري من لما كانت في يده، أما الأخرى التي للبائع فليست له، فلابد أن ترد. لذلك قال مسلم: ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من تمر. وقالوا الحديث خالف الأصول. قلنا هذا كلام بارد، كلام ساقط، بل الحديث أصل بذاته، الحديث أصل بذاته. فيبقى الكلام الصحيح وهو كلام الجمهور، وهو أن من اشترى محفلة واشترى مصرات فهذا تغرير، هذا تغرير، هذا تغرير به، يغرر به أنها يعني لها لبن كثير
وأنها يعني ذات ثمن غرر به، والتغيير هذا يكفل له الفسخ، يكفل له الفسخ. قال من اشترى محفلة أو من اشترى مصرات فهو بالخيار، إذن إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها سعا من تمر. وفي رواية قال ثلاثة أيام، قال فهو بالخيار ثلاثة أيام، فردها رد معها سعا من تمر لا سمراء فيها، يعني لا 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 غير التمر، لا غير التمر. والتمر من أجل أنه متفق عليه، متفق عليه، والصحيح وقول الجمهور، وأن التصرية تغرير يكفل فسخ البيع، يكفل فسخ البيع. الفوائد المستنبطة، نحن ما هل أخذنا الفوائد المستنبطة في الترمذي في الفرائض؟ ما أخذناها. طيب فوائد الترمذي في الفرائض، الخال وارث من لا وارث له. نعم لابد تنضمي معها، هي متقنة. قلت لكم أنا أهم وهي تردني في وهمي، نفع الله بها الأمة السامية، وأخلاقياتها راقية جدا، أخت فاضلة، لكنها أيضا فيها جنون، لا خلاص فيها كيمياء وخلاص. الخال وارث من لا وارث له، وهذا دليل على ذوي الأرحام. المواريث توقيفية، أو أغلب أحكام المواريث توقيفية. التغرير يضمن فسخ البيع، التغرير يضمن فسخ البيع، أو قل الرد بالعيب. سعة الشريعة، ما تركت شيئا إلا تكلمت عليه. الحديث أصل بذاته، خلاص أنا أعطيت فوائد الفرائض، أعطيتها خلاص. الحديث أصل بذاته فلا يقال بأنه يخالف الأصول. طب خلاص عشان أنا ساعة نصف ساعة وعندي درس الدروس الثانية. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم لكم من الخير، رضي الله عنكم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.